أن للسفر والسياحة من أهمية قصوى في العصر الذي يوصف بعصر العولمة، وما يترتب على ذلك من تواصل منفتح ومنقطع النظير في جميع مجالات الحياة، بإدراك أن المرحلة تقتضي توفر خدمات من هذا القبيل بجودة عالية. أسست مجموعة الرواد للأعمال شركة سفير البحار للسياحة والسفر لتكون ركن السياحة في المنظومة ونافذة لإطلالة برامجها الخدمية في هذا المجال. تعتبر شركة رائدة تقدم خدمات متنوعة في مجال السياحة والفندقة، وتعمل على تقديم الحلول المبتكرة والمتميزة في قطاع السفر والسياحة والمرونة في تقديمها بما يناسب احتياجات العملاء، والارتقاء بمجال السياحة والسفر من خلال بوابة إلكترونية تسهل لعملائنا الحصول على أفضل خدمة لتحقيق الرفاهية والإثارة والتشويق والمغامرة. سفير البحار للسفر والسياحة تتعاون بشكل بناء مع عملائها من رجال الأعمال والمستثمرين من خلال تطوير خدمات السياحة والسفر في دولة الإمارات العربية المتحدة. سفير البحار للسفر والسياحة تعمل على فكرة السياحة المستديمة وتضع لها بعض الخطوط العريضة التي تلبي الحاجة الوظيفية والجمالية للإنسان، فإن السياحة المستديمة هي رسالتها وتعمل لها، وبالتفكير في الناحية الخدمية التي تحتاجها صناعة السياحة دون إغفال، ملائمة هذه الخدمات لخصوصية من يعمل في سفير البحار للسفر والسياحة.